شهدت مدينة أسوان صباح اليوم انطلاق الماراثون السنوي الخيري الثاني لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وذلك من أمام مبنى محافظة أسوان بكورنيش النيل وحتى كوبري أسوان المعلق بطول 21 كيلومتر، وبمسابقة أو بمشاركة 800 متسابق، ومن بينهم 40 سائحا أجنبيا. تقدمهم جراح القلب العالمي دكتور مجدي يعقوب وعدد من الشخصيات الفنية والرياضية والرسمية. ويهدف الماراثون إلى تسليط الضوء على مؤسسة مجدي يعقوب لعلاج مرضى القلب وتخصيص جزء كبير من العائد المالي للماراثون لصرح هذا الصرح الطبي، بالإضافة إلى ترويج ودعاية للسياحة الأجنبية بمحافظة أسوان.